السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم بإذن الله سنقوم بتحضير خبزة بمنظر راقي على شكل نجمة، وكذلك مذاقها لذيذ. إذا كما تلاحظون هنا فهي جد رطبة كالقطن، أكيد إن جربتموها ستعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بكل جديد، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. كذلك لا تبخلوا علي بلايك وبتعليقاتكم. أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات، سنحتاج إلى بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من السكر الخشن أو السكر سنيدة، ملعقة صغيرة من الملح، والملح يبقى حسب الرغبة، الخميرة حسب درجة حرارة الجو. أنا هنا قمت باستعمال ملعقة كبيرة غير ممتلئة. خميرة الخبز أي الخميرة المعجونة أو الخميرة الفورية، ممكن أيضا استعمال الخميرة على شكل حبيبات. الماء الدافئ لجمع العجينة، 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، ممكن تعويضه بزيت المائدة. ثم لدينا 4 أكواب من الدقيق أو 4 كؤوس من كؤوس العنبة ممتلئة جيدا، ما يعادل تقريبا 600 غرام. نمر الآن لطريقة التحضير. أولا بسم الله على بركة الله، في كأس نضع الخميرة مع السكر، ثم نضيف الماء ونترك الخميرة لتتفاعل مع السكر والماء. كذلك نأخذ الملح نضيفه إلى الدقيق، نمزج بسم الله، نقوم بإضافة البيضة ثم نمزجها جيدا مع العجينة. نقوم بإضافة 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت المائدة، الاختيار يبقى لكم. ممكن أيضا وضع الزبدة، الزبدة الدائبة. كذلك نمزج المكونات جيدا، ثم أقوم بإضافة الماء مع السكر والخميرة. نبدأ الآن بإضافة الماء الدافئ مع الاستمرار في العجن إلى الحصول على عجينة متماسكة. هنا بعد أن اجتمعت لدينا العجينة، نقوم بدلكها جيدا، ثم الآن نغطي العجينة بالبلاستيك الغذائي وأتركها إلى أن يتضاعف الحجم. الآن نزيل الهواء من العجينة، ثم نقسمها إلى 3 أقسام، واحدة كبيرة وواحدة متوسطة والأخرى صغيرة هكذا. بالنسبة للحشوة فهي اختيارية. أنا هنا سأقوم باستعمال الطماطم مطحونة ومطهوة في القليل من الزيت والفلفل الأسود والملح إلى أن تصبح جافة كما ترون هنا، ثم سنحتاج القليل من المرتديلا أو الكاشير. إذا كنتم لا ترغبون به فلا تستعملوه، ممكن تعويضه باللحم المفروم أو أي شيء موجود لديكم. هنا لدينا البيض المسلوق، ثم الزيتون الأسود، ثم الجبن المفروم. نمر الآن لتحضير الخبزة. في صفيحة فرن بسم الله نقوم بوضع الزيت، زيت المائدة، ثم نقوم بوضع الكرة الكبيرة من الحجم الكبير ونبسطها جيدا. ثم في جوانب العجينة بسم الله نضع الطماطم، صلصة الطماطم، ثم الآن نقوم بوضع المرتديلا وكذلك البيض المسلوق، ثم نرش الجبن المفروم، ثم بسم الله الآن نقطع الوسط إلى 8 أقسام متساوية. ثم بسم الله نأخذ كل طرف هكذا ونضغط عليه بزيتون أسود. بسم الله نضع كذلك القليل من الزيت، نقوم ببسط الكرة الأخرى كذلك نفس الجهة الأولى، نضع الصلصة على الجانب، ثم نضع الحشوة، ثم نقوم بإضافة كذلك الجبن المفروم. قوم كذلك نفس الشيء، ونأخذ كل طرف ونضع الزيتون هكذا. ثم في الوسط نضع كذلك الزيت، ثم نضع الجزء الأخير من العجينة. نقوم بوضع ما تبقى من الحشوة. الآن نقوم بدهن العجينة بأصفر البيض، ثم نزين بالحبة السوداء أو السانوج،
وندخلها إلى فرن ساخن إلى أن تطهى. إذن متابعينا الكرام، ها هي الخبزة بعد إخراجها من الفرن، منظرها راقي وكذلك مذاقها لذيذ. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم. إذا كنتم ستستعملون قالب صغير فانقصوا من كمية الدقيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو زر الاشتراك لكي تتوصلوا بكل جديد، وكذلك لا تبخلوا علي بلايك وبتعليقاتكم. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.